بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مبحثي الثالث لتي لبابتي إنشاء وانية الباب الثاني في حقيقة الإنشاء وتقسيمه أو هاي النو بابا جاء بابك وما لمباحثة إستهاين لسر مبحثي ثالث وايا أفرمي استفهام هو طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل من علم هل أكلت تونان خوارد نمزاني ونان خوارد يعني بوا بوا راميت وإزان وذلك بأداة من إحدى هذه الأدوات باشا برام يكم الهمزة وهل وما ومتى أيانا كيف أين أنا كم أي من باشا برام وتنقسم بحسب الطلب إلى ثلاثة أقسام سي قسم أقريتو يعني كومالي همو أدواتك كان دابش بسي قسم ما يطلب به التصور تارة والتصديق تارة أخرى تصور بو مفرد تصديق بو جملة أول تقنتي تصور نسبتي زانيني نسبتي مفردة تصديق زانيني نسبتي جملة جهانا بو هردو بارك بكاره هنري فرق ناكا بو هردو جان بكاره هنري لم أدواتان هندي كان واي ما يطلب به التصديق فقط هانا تنيا بو تصديقه وهو هل ما يطلب به التصور فقط وهو بقية الألفاظ إذا كوابو تصور أويك دو بين الشيا تصورش تصديق شبيه هنا كري همزة أويك تنيابو تصديق هلا باقي أدوات تنيابو تصورها بابين سر همزة كبو هردو كان بكاره هنري يطلب بالهمزة أحد الأمرين تصور بل. أو تصديق باش تصور هو إدراك كل مفردي باش الحمد لله باش ببير مابو أما شم نديبو تصور أو تعال أشتي مفرد بزاني نحو أعلي مسافر أم سعيد يكي كان تعتقد أن السفر حصل من أحدهما ولكن تطلب تعينه تيبزاني كام يعني الرويشتون باشا برام ولذا يجاب فيه بالتعين أبي بلي سعيد مثلا نايم بلي سافر أحدهما نعم بلي سعيد ذلك لطلب التصور أن يليها المسؤول عنه بها أو تاني الراس توخو أو شتيك برسيار اللي كردو بي بهمزة برسيار بوكردو أبي ببدوايا بوكو أبا علي مسافر نائب لي مسافر علي نائب لي علي مسافر سواء كان مسندا إليه مسند إليه بي وكو أنت فعلت أنت فعلت أنت أنت مسند إليه فعلت مسندة أنت فعلت هذا أم يوسف أم مسندا يا مسند بنحو أراغب أنت عن الأمر سراغب اسم فاعل مسندة مسند إليه نية أنت دعاء مسند إليه كاب الهر دبارك أبي مسؤول عنه بدواي همزة كابي أم مفعولا يا مفعول بنحو أإياي تقصد أن يتمنى أإياي سيأي أبو بمفعول به باشا برام أم حالا نحو أراكبا حذرت أم ماشيا بسواري هاتي يعني بحال بيادة أم ظرفا نحو أي يوم الخميس آية روش بيان شمه هاتي يا جمعة باشا برام ويذكر المسؤول عنه في التصور بعد الهمزة ما تأكيد فدواء همزة ديت ويكون له معادل يذكر بعد أم غالبا بران بربو كلمة كتو برسيارة اللي كردوها أبي معادلة كبه شون جي تو متردد لبين أم معادلة كبه معادلة يعني هاوشان أبي هاوشان كبه شون جي متردد لبين ودوانا طالب تعينك باش برام متصلتان أما بيو تلي أمي متصلة شون جي دوش تي بسو تو بيكو لقد استغنى عن ذكر المعادلي بلا نحو أنت فعلت هذا بآلهتنا أم غيروك سأم غيروك اليوم محذوفة باشا برام يا إبراهيم والتصديق هو إدراك وقوع النسبة بين تامة بين المسند والمسند إليه تصديق وتعني بتوي ربط بزاني لبين المسند والمسند إليه وقوع أمانية ما بس في تنيا مفردة به أو عدم وقوع نسبتك هي لو جملة يعني بحيث يكون المتكلم مخالي الذهن مما يستفهم عنه متكلم هيش لنا زاني لو نسبتها هي يعني
باشا برام مصدقا للجواب اثباتا بنعم او بلا تو نعم يقبل هالبروبيكا لا يقبل هالبروبيكا وهمزه الاستفهام تدل على التصديق اذا اريد بها النسبه بل همزه الاستفهام ايش دلالته كانت التصديق اجل نيت بها النسبه به نسبه به ويكثر التصديق في الجمل الفعليه كقولك احضر الامير تصديق للجمله الفعليه زوره احضر الامير تو اتوي النسبه يبزاني بين حضور وامير امير حاضر يعني او نسبته باشا برام تستفهم عن ثبوت النسبه ونفيها هي يعني وفي هذه الحاله يجاب بلفظه نعم او لا عليه نعم يا له ويحل التصديق في الجمله الاسميه له اعلي مسافر او لا راسيا كذا باشا برام ويمتنع ان يذكر مع همزه التصديق معادل بلى بلى اعلي مسافر ام عمرو او ناوتري بلى فإن جاءت أم بعدها قدرت منقطعة أقول أم يكاول دعاية أم منقطعة أم متصلة وتكون بمعنى بل علي حضر علي بل عمر أو بل منقطعة وكغرتك البواية علي عليها نخر عمر باشا برام ولست أبالي بعد فقدي مالكا أبوتي إن أم هو الآن واقع كبر أبو كرهش مرد دعاء مالك بو زول ايش اش بدل دعاء هو لك مالك مرد يترجو بون ادم مرد المزيكا يا ابيت شو انت انت جارم طالب ان النصر الا بيته كيف يسمع ميت لا يجد بل هل يسمع ان النظر 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 جو لي اقل من باني لي بكم ام كيف يسمع ميت لا ينطق يا شلون ابي شيء مردوية قصينا مع بيد يا رسم عشينا معه بقال لا بوسين معه سامحمه شنش أما دمناك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.